مرحبا وأهلا فيكم. اليوم تابعت موضوع الحملة على اللاجئين السوريين في مصر من خلال التعليقات، وأكثر من شخص طلب مني أحكي عن الموضوع، والحقيقة تابعته يعني من الصبح أنا وفريق الإعداد، وشفت بوسائل الإعلام المصرية المقالات المكتوبة، تصريحات صف الإعلاميين، خلينا نقول من الصف الثاني يلي تدخلوا بهالقصة لحتى نحط الأمور يعني في سياقها، وما نحن يعني نكب على النار زيت مثل ما بيقولوا. هي الحملة أساسا ما أنا موجهة ضد اللاجئين السوريين، يعني يلي شفته بالإعلام المصري هو يتحدث عن تنظيم وجود اللاجئين في مصر. طبعا القرارات إذا كان في قرارات تطلع مصر مثل كل الدول العربية، أسوأ أفضل ناحية تحكم بالرأي العام، هلا بيكون في عمليات ضبط. هلا قلكم انه ما في مصريين مزعوجين من تواجد السوريين، في مصريين متواجدين، ولكن بمرحله المراحل ممنوع تحكوا بهذا الاتجاه ضمن اطار يعني القومي اللي بتلعبه او الدور القومي بتلعبه مصر، ما فيها هي تكون يعني غير مرحبه بالسوريين تاريخيا، ولكن في مرحله من المراحل بيكون في عندها مشكله، فهي بدها تتحرك باتجاه تنظيم اللاجئين. ممكن الأجهزة تشتغل وتبلش بالموضوع وتفتح الهامش، فبيكون في بعض الأفراد أو يعني خلينا نقول المجموعات يلي ممكن تستخدم هذا الهامش لتوجه الانتقاد أو يعني تعبير عن الضيق اللي موجودة فيه بالاتجاه يلي بيحقق مصالح. يعني إذا بنشوف اليوم في حملة على مثلا المطاعم السورية على كذا، هذا أكيد ما هو شغل الأجهزة والحكومة المصرية، هذا بيكون في متضررين مصريين من تواجد السوريين، وهذا طبيعي ومفهوم، وهذا نحن أيضا في سوريا صار بمرحلة من المراحل تجاه اللاجئين العراقيين، فبكلهم اليوم في هامش ليتحركوا فيه، فبيحاولوا يستهدفوا السوريين من باب المصلحة. طبعا ولو كان في هاشتاج على تويتر وفي حملة فعلا، ولكن أنا شفت الحسابات كلهم ما بيشكلوا 20-30%، وهدون أكيد ما بيشكلوا رأي الشعب المصري. بالمقابل نحن ما لازم نستخف باللي صار، لأن واضح في تحرك مصري تجاه موضوع اللاجئين، كانوا سوريين ولا غير سوريين، ولازم نفهم هذا التحرك أسبابه دلالاته شو المستقبل تبعه، لأن نحن معنيين فيه بشكل أو بآخر، السوريين الموجودين بمصر وعموما تأثيره على المنطقة. هلا عموما الشيء الواضح والصريح اللي هني عم يحكوا فيه، يعني في الحقيقة سببين، واحد عم يحكوا فيه طبعا لازم ناخد فيه نحن وهو حقيقي، في سبب آخر بتوقع لازم نحن نستنتجه، يعني يكون هو استنتاج هو منطقي. رح نبدأ بالأول يلي هو موضوع التكاليف. مقالات والناس اللي سمعتهم يعني من الإعلاميين غير الحملات الشعبوية اللي كانت موجودة على تويتر بتقول انه أخي نحن صار عنا 9 مليون لاجئ بشكله 8% من عدد سكان مصر. طبعا 9 مليون منهم سوريين، مثلا عدد اذا بنقسم اللاجئين بيطلعوا السودانيين اكثر من السوريين بكثير. فاليوم مصر محاطه بالنيران، هي من حقها تحفظ يعني مصالحها الاقتصاديه والامنيه ويكون عندها خطه لتنظيم وجود اللاجئين، هذا نحن ما بننكره، ولازم نحن السوريين وخاصه من مصر يشجعوا ويتجاوبوا معه، انا هذا رايي. ف الأساس هو موضوع التكاليف، لأن مصر من الدول اللي ما عملت مخيمات، ما في بطاقة إنسانية، ما بتاخد على الأقل يعني شيء متفق عليه أو في آليات لتحصل على مساعدات لتغطية التكاليف وجودهم. شو تكاليف وجودهم؟ مصر مثل سوريا قبل 2011 اللي ما بيعرف، كل شيء فيها تقريبا مدعوم تقريبا، يعني هن بيشتغلوا بسياسة رفع الدعم، ولكن ما في مثل عنا بطاقة زكية وما حدا بياخد من الفرن غير ما يكون اي واحد بيوقف على الفرن بياخذ خبز، اي واحد بيروح على الكازيه بيعبي، يعني كل الاسعار هي مخفضه بدعم حكومي. هل 8% الموجودين من الاجانب اللاجئين بشكل لا شك عبء، مو معناته ما في لاجئين سوريين او غير سوريين عم يفيدوا الاقتصاد المصري، ولكن اذا بدنا ناخذ نسبه وتناسب ممكن بالفعل يكون في عبء، بالاضافه للازمه المصريه، يعني الازمه الاقتصاديه اليوم عم بتعيشها مصر مثل كثير من دول العالم، نحن في عالم مشتعل وخاصه المنطقة، هي بتزيد العبء، ومن حق مصر انه تحاول تسدد او تسد الفجوة او تحصل على مساعدات من الدول الغنية
صاحبة المصلحة ويلي هي كمان لها دور في تحريك الأحداث وإبقاء الصراع في المنطقة تحصل على أموال لحتى تحسن تساعد اقتصادها وتسد من جزء من نفقات اللاجئين الموجودين فيها. فبالإطار العام هذا هو اللي خلى مصر اليوم تتحرك بهذا الاتجاه، هي في عملية تنظيم وجود اللاجئين لحتى يكون عنده آليات للتواصل مع جهات مانحة من أجل الحصول على مساعدات لتأمين نفقات أو ما قد يترتب على الميزانية المصرية من نفقات إضافية، لأن بالأساس هن عندهم مشكلة بالنسبة لمواطنين والسكان الموجودين فيهم. هون طبعا ده موضوع يختلف بين السكان وبين اللاجئين، اللاجئ اللي هربان من حرب ممكن يكون في منهم ما عندهم مهارات ما عندهم قدرات، مو كل السوريين فاتحين مطاعم وأشغال يعني بمصر، ولا كل اللاجئين سوريين، ولا كل اللاجئين هن بيحسنوا يقدموا قيمة مضافة. لا شك انه الغالبية العظمى هن لا شك انه هن عبء على الاقتصاد المصري، ومن حق مصر انه هي تنظم هذا الموضوع وتحاول تحصل على تمويل لسد العجز بالطريقة يلي بتشوفها مناسبة. هلا برأي السبب الآخر والأهم يلي ما نحكى عنه، وتوقع هون في حساسية معينة نحن بنستنتج، ما فيني أنا لو أكون يعني ضمن القيادات المصرية بدها تكون عيني على رفح اليوم ما حدث في غزة، في عندي مئات آلاف الفلسطينيين اليوم في منطقة جغرافية محصورة من وراءهم الجيش الإسرائيلي والحدود مسكرة قدامهم، ما في مقومات للحياة. الموقف المصري موجود ومعروف أنه نحن لا نقبل بترحيل أهل غزة إلى مصر، ولكن قديش قادرة مصر أنه تدافع عن هذا الموقف؟ يعني كمان الموضوع هون ميزان قوى، يعني إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكثير من دول العالم تدعم إسرائيل لتهجير أهل غزة إلى مصر، مصر لا شك هي واقفة وهذا معلن، ولكن بين الترهيب والترغيب قديش فيها تقاوم هذا الموضوع؟ هذا أيضا لازم ناخده بعين الاعتبار بدون ما تتأذى ويتأذى، يعني مثلا لا سمح الله يفرضوا عليها عقوبات أو يقطعوا عنا مساعدات. علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني علاقة اقتصادية قوية، وهي بتحصل على مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وفي إلى مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للاستثمارات وغيرها. المهم هي دولة إلى مصالح مع كثير من الأطراف، بجوز توصل لمرحلة تستجيب ولو جزئيا مع الضغوط. حتى لو ضل موقفها مثل ما هو، لحتى نفهم نحن الموقف المصري، وجود هالمئات الآلاف على الحدود 14 كيلومتر تقريبا، مو مثل باقي مثل سوريا مثلا في مناطق عازلة أصبحوا كذا وإلى آخره، لا أنت مجمعين موجودين. أول شيء ممكن بكرة تخضع للدافع الإنساني، يعني هدوم دي سوء حالتهم يوم بعد يوم، سوء تغذية، ما في نقص مياه، نقص طبابة، في حالات راح تضطر مصر تدخل مئات آلاف أهل غزة إلى داخل مصر يلي بتسوء حالتهم الصحية على سبيل المثال. أي واحد. اثنين، مصر مثل كل دول المنطقة والعالم ممكن يكون في حالات فساد، وممكن يكون في شبكات بكرة تشتغل بهذا الموضوع. يعني بدنا نسأل حالنا نحن أنه كيف وصلوا مئات آلاف السوريين إلى أوروبا، مع أنه كل الدول كانت يعني بالنهاية مسكرة حدودها، ولليوم عم بيوصلوا كيف؟ في شبكات تهريب تشتغل، هي شغلتها. فهذا الموضوع ممكن يحصل ويوصل عشرات آلاف مئات الآلاف من أهل غزة إلى داخل مصر. من حق مصر أنه تنظم هذا الموضوع تحسبا، بالإضافة أنه المنطقة كلها على كف عفريت، ما بنعرف شو بيتدفق على مصر. فنحن لازم نتفهم القرار المصري، وأن ما صرحوا على جانب غزة وهذا له حساسية، ولكن نحن بنفهمه، هو واقع مفروض. موقف الرسمي يعني واضح وبتوقع صادق أنا يعني بالنسبة للقيادات في مصر، ولكن بالنهاية الواقع ممكن يفرض نفسه، بالإضافة أنه في عوامل هي خارج إطار سيطرة السلطات المصرية، وممكن إسرائيل هي تدير شبكات التهريب بكرة من البحر، يعني راح تشوفوا هذا الشيء. لأن إسرائيل بدها تضغط وراح تسهل ويعني تبذل كل الجهود لحتى يوصلوا أهل غزة إلى مصر. فمصر حاسبة هذا الحساب، عندها 9 مليون، في مئات آلاف ممكن تدخل من فلسطين، عندها مشكلة اقتصادية، هي اليوم بدها تنظم أمور اللاجئين لعدة غايات، لتحافظ على أمن القومي، لحتى تضبط موضوع الاقتصادي،
لحتى توزع اللاجئين بطريقة ما يعمل حساسيات ويعمل فعلا بكرة نوع من المشاكل الاجتماعية، وبدها تنسق مع الجهات المانحة، وهذا حقها، لحتى تحصل على تكاليف إقامة اللاجئين في أراضية، وهذا بيخفف المشكلة مع المجتمع المصري نفسه. يعني اليوم المصري عم بيقولوا عم بياخذوا من ميتنا، هيك سمعت، يعني الأكل تبعنا إلى آخره، محقي ما من لومون، نحن نتفهم هذا الموضوع. في حال حصلت مصر على مساعدات، هذا الكلام يعني أو حدة هذا الكلام بتخف، وخلص أنه عم بيمولون الجهات الدولية، وبيكون هذا الموضوع منيح. هلا بالنسبة نحن قلنا كسوريين، لا شك أنه هذا الموضوع بده يشكل أعباء على السوريين الموجودين بمصر، أنه كانوا عايشين يعني مثلهم مثل المصريين، هلا بقى في إجراءات والآخرية. أنا بتمنى السوريين يكونوا أول من يتجاوبوا، ما ينساقوا وراء الحملة. وبيحكي شخص مصري غالبا باسم مستعار لا يعبر عن المصريين وطيبتهم وأخلاقهم ومحبتهم لنا، منقوم نحن منرد له صاع صاعين نسيء لكل المصريين. نحن اليوم لازم نترفع عن أي إساءة بتوصلنا كسوريين، لازم نعبر عن موقفنا الحقيقي والمحبة يعني بكنا سوري للشعب المصري تاريخيا، ونساعد الشعب المصري والحكومة السورية على تنظيم وجود اللاجئين في مصر. هذا ما في أي يعني، هذا واجب حقيقة، يعني هذا حتى واجبنا ومصلحتنا، لحتى لأن واضح أنه الأمور مطولة. يعني نحن بالنسبة لسوريا، هون بدي هون إذا كان هالمقطع بيحسن نحسن وصله للمصريين أنفسهم، هون لازم نوه أنه نحن السوريين بأكد لكم موجودين بمصر وموجودين بكل بلدان العالم، يعني أحب شيء على قلبهم لو كان الخسارة شو ما كانت أنه يرجعوا يعدوا ببلدهم، ولكن هذا الموضوع غير ممكن. يعني انت في ناس عم تسوق انه والله خلص خلصت الحرب بسوريا، هذا الموضوع غير صحيح. الاسباب اللي دفعت السوريين اليوم اللي قاعدين بمصر ليطلعوا اليوم، الظروف اصعب ب 20 و30 و100 ضعف، خاصه في مناطق سيطره النظام. بالاضافه في قرار سياسي من النظام السوري بمنع اعاده اللاجئين الى سوريا، لانه هو عم يستخدم هالورقه للابتزاز، الابتزاز مصر وابتزاز الأردن، وهذا الشيء معروف، واسألوا القيادات واسألوا الساسة تبعكم. إذا كنتوا بدكم يانا ونحن بدنا نرجع، حلبيين وشوام بدي يرجعوا أحاراتهم وبيئتهم وشغلهم، وكانوا يعني عايشين أفضل عيشة، ونحن منتشكركم أنه استقبلتونا، وخاصة في مصر ما استقبلتونا كلاجئين. ولكن إذا بدكم يعني تكملوا جميلكم، يخلي الرأي العام يضغط باتجاه ليس تعويم بشار الأسد وأنه لا الأمور زبطت، لأن الواقع مو هيك. اليوم بأكد لكم إذا عملنا شيء افتراضي وكان في أي طريقة ليوصل السوريين داخل مناطق النظام إلى مصر، لو كانوا عاطلين على العمل، لو بده يعدوا على المساعدات، لو بده رح يطلعوا كل السوريين ويكونوا بمصر، مو بمصر، في أي أسوأ بلد في يعني درجات المعيشة في العالم هو أفضل. لأن اليوم دمشق معروفة في كل على سبيل المثال المدن السورية هي أسوأ مكان للعيش في العالم، الإحصاءات هيك بتقول. فأكيد نحن السوريين بمصر وبتركيا ما عنا طمعة أنه نحن منحب نكون ببلدنا ونكون منتجين ونشتغل لصالح بلدنا وترتفع المؤشرات ونزور مصر سياحة للتعارف، زيارات عمل، هذا الشيء اللي منتمناه. فإذا فعلا كان مصر ولا تركيا والحملات اللي عم نشوفها بدي يساعدوا السوريين حقيقة ليرجعوا يكملوا بالمسار مشكورين اللي بلشوا فيه بالضغط على بشار الأسد لقبول الحل السياسي. اليوم العقبة اللغم الموجود اللي عبي هدد كل المنطقة الحقيقة هو بقاء بشار بدون سلطات بدون قرار، يعني هو لا يملك، يعني يا ريت، وهذا كمان وجه للمصريين ليفكروا انه نحن انانيين وهي شغلة لا طائفية، لا ابدا. يعني نحن انا هذا الموضوع حكيت عليه اكثر من مرة، تاني افضل حل كان في سوريا انه بشار الاسد يرجع يسيطر على سوريا ويجمع مثل ما صار بالجزائر، ونستنى لنا 10-15 سنة عليه ما في مشكلة، نحن بنحب بلدنا وبنصبر على الأسية مثل المصريين. ولكن يعني الحقيقة هذا ما صار، لا خلوه يسيطر ولا بعتوا، فهن بدهم هالشي اللي عم يصير يصير. عموما نحن شعب مكلوم، شعب يعني عايش في مأساة كبرى. بالعكس نحن أنا بطلب، هي طلبت وبرجع بطلب أنه السوريين تعاونوا مع السلطات المصرية في تنظيم وجود اللاجئين، لأن هذا هو المطلوب، يكونوا أول من يتعامل ويعني يتجاوب مع هذه الإجراءات. ونطلب من المصريين نحن النجدة مو بس المساعدة، أنا يعني ما عندي أي خشية أو عندي أي تخوف
وبقبل على نفسي أطلب أطلب المساعدة النجدة يا مصر أن تمضي مع باقي الأخوة العرب في يعني مسار إزاحة بقى النظام أو إنجاز زي يعني بتتحسسوا منها إنجاز التغيير السياسي، لأن هو المفتاح. وقت بيصير في تغيير سياسي راح ترجع تصب كل الموارد، يكون في مجال لإعادة الإعمار وإعادة البنى التحتية، وراح نرجع نحن وقت السوريين لو عشنا بخيمة بدون مي ولا كهرباء على سوريا، لأن نعرف راح نرجع لنبني بلدنا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.